مستمعينا مستمعاتنا، وقبل ما نختموا الحصه ديال اليوم طبعا وحنا كنتكلموا على موضوع القلق، الاعراض ديال الحاله ديال القلق كحاله نفسيه، الفئه اللي هي معرضه اكثر او مؤهله اكثر انها تصاب بهذا القلق النفسي، الاسباب والاعراض. اليوم وصلنا للنصائح كيفاش دكتور رضا انور اخصائي في علاج الامراض النفسيه والعقليه وايضا علاج الادمان، كيفاش المستمعين اللي يعني كيسمعوا لنا وكيفاش كانوا مجموعه ديال الاتصالات يتجاوزوا هذه المرحله ديال الحاله النفسيه ديال القلق. نعم، فهنا غادي نهضروا على اضطراب القلق. هو واحد الحاله نفسيه، فهاد الحاله النفسيه تقدر تكون عاديه صافي دير لا كانت سيتوياسيونيل كتوقع مره ملي كيكون عندنا ان شونجمون دو في، كنقدروا نكونوا مقلقين شويه متوترين عندنا بعض التخوف، ولكن الا زادت على رده الفعل الطبيعيه فهنا كان خصنا نطرحوا واحد التساؤل، ياكما حنا داخلين في واحد الاضطراب قلق. واضطرابات القلق كيف ما شرحنا خلال الحلقه فهما عده، كاينين بزاف تاع الاضطرابات النفسيه اللي داخله في اضطرابات القلق. كيفاش الانسان يقدر يتجنبها؟ فكما قلنا الا كانت عاديه فيقدر الانسان كيمارس الرياضه كينظم حياته كيقدر يدير اون تكنيك دو ريزوليسيون دو بروبليم، صافي دير يجيري المشاكل ديالو ويحاول يلقى الحل بواحد الطريقه عقلانيه ولكن ماشي بواحد الطريقه انفعاليه. فهاد الشيء يقدر ياثر وينقص من حده القلق. اما الا كان اضطراب القلق فهنا لازم يكون واحد استشارة طبية، وهنا غادي ننصح الناس ما يتردوش بزاف في استشارة مع طبيب نفسي باش يدير واحد تشخيص وواحد تقييم نفسي شامل على الحالة النفسية ويقدر يحدد اش من اضطراب القلق كاين، ولذلك غادي يقدر يقرر واش العلاج غادي يكون بالادويه ولا غيكون غير بالحصص ولا غنشاركوهم بجوج باش الانسان يقدر يتفادى هذا اضطراب القلق وما يكونش عنده تاثير على الحياه اليوميه. نعم، وطبعا المستمعات والمستمعين باش يعرفوا الاعراض والاسباب يمكن لكم تعاودوا ترجعوا تسمعوا الحلقه ديال اليوم، غادي تلقاوها عبر الصفحه ديال راديو اصوات وايضا عبر الصفحه ديال البرنامج القلق كحاله نفسيه، الاعراض ديالو والاسباب. الفئه الاكثر عرضه انها او مؤهله باش انها تصاب بهذا القلق والتوتر النفسي، فوقاش كناخذوا الدواء، فوقاش كنكتفيوا بالجلسات او العلاج السلوكي المعرفي. وطبعا النصيحه ديال اليوم حتى هي غادي توجدوها. شكرا دكتور رضا انور. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا. كنذكر ان دكتور رضا انور هو اخصائي علاج الامراض النفسيه والعقليه وايضا علاج الادمان.